نبلش نشتغل البث. بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، يكون شعبنا بلاد العرب أوطاني من الشام إلى بغداني، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني. فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضادين يجمعنا بغسان وعدنان. أيها السيدات والسادة، أيها الحضور الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير وأهلا وسهلا. باسم واسم زملائي أعضاء اللجنة الثقافية، نجدد التحية ونكرر الترحيب بكم. نستقبلكم اليوم في هذه الليلة المباركة، ونقدم لكم نشاطا جديدا من أنشطة اللجنة الثقافية، تجمعنا على الود والمحبة، لنلتقي معا مع قامة فنية كبيرة على امتداد الأرض العربية، مع الفنانة الملتزمة التي لها الحضور الدائم، من الفنانات اللواتي ساهمنا بكل قدرات إبداعية في إغناء الدراما الأردنية والدراما العربية. فنانة تحمل رسالة وتجاهد في إظهارها، وحملت قضية في أعمالها وفي أدوارها وفي محاضراتها ولقاءاتها. فهي تؤمن بأن الجمهور العربي متعطش إلى الرقي والتطوير. حفظت اسمها بالجهد والكفاح والتحدي. نرحب جميعا بالفنانة القديرة جوليت عواد. إخواننا الكرام، والآن مع كلمة رئيس الرابطة فيها السيد طلعت منه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة على رسول الله. حضرات السيدات والسادة الكرام، أيها الحفل الكريم، باسمي ونيابة عن زملائي أعضاء الهيئة الإدارية وعموم أهالي كفر عالم، أحييكم تحية معطرة من أردن الصمود وبلد الرباط بقيادته الهاشميه. تحيه الى ابطال امتنا واسرى فلسطين والاردن الذين انتزعوا بعضا من حقوقهم من خلال الكفاحين الجبار بهدف استعاده الحقوق العربيه الفلسطينيه الكامله من خلال الكلمه والشعر والفن والبطولات والاسر. تحية للشهداء الذين ضحوا بروحهم من أجل القضية الفلسطينية، ورحم الله الشهيد الذي قدمته كفر عالم من أمس القريب عبد الرحمن جمال القاسم. وأطالب وقفة دقيقة حداد على روحه وروح أرواح الشهداء الفلسطينيين جميعا من قرية الفاتحة. جئت اليوم لأتكلم عن مدينتي وقريتي
وهي قرية كفرعان. إن كفرعان جميلة جدا جدا، وتمتلك 2214 دنما لزراعة الحمضيات وزراعة الموز، وأيضا تمتلك 100,000 دنما لزراعة الحبوب. إن في كفرعان مدرستان، مدرسة للإناث ومدرسة للذكور. خرجنا من كفرعان، بسبب هجوم عسكري قد هجموه علينا الصهاينة لعنهم الله. كفرعان أرض آبائنا وأرض أجدادنا، أتمنى العودة إليها ودمتم بخير. للمكرمات المصدر بنتك سعادات اعطاء من اي ابواب الثناء سندخل، وباي ابيات القصيد نعبر، وفي كل لمسه من وجود للمكرمات المصدر. جميل عون، وتنتمي الفنانة للأقضية الألمانية الموجودة في الأردن أكاديميا، نالت شهادة البكالوريوس في الإخراج والتمثيل. جميل عون وفر عن التباعد بين سببها، حصلت على الدبلوم العالي في مصر الأردن، نالت شهادة البكالوريوس في الإخراج والتمثيل. جميل عون وفر عن التباعد بين سببها، حصلت على الدبلوم العالي من أهم أعمال فريد عوض السلطة وكانيا في جدة الكفر والإخراج لدى إسماعيل منصور عمل وتناول مني حد فريد عوض جائزة أفضل مغنية لمهرجان مصر الثاني كما قام فريد عوض في إخراج مسرحية عوض التعامل مهرجان مصر مساء الخير.
شكرا لكم انكم فكرتوا اني ازوركم واتعرف عليكم. واتعرف عليكم عن حب. الأسرى والأسرات اللي عم بدخلوا على سجون الاحتلال واللي إحنا ما نعرف شو عم بصير فيهم. وطبعاً في عنا معتقلين وأولاد صغار وبنات صغار برضو ما بنعرف شو اللي عم بصير فيهم بالداخل. الله يهدهم اليهود ويهد الرجال. طبعاً يمكن كلكم تستغربوا إنه أنا بدي أحكي عن إشي اسمه الوطن القومي لليهود. الكل بيستغرب بقول إيش يعني الوطن القومي؟ بدي أبدأ من البداية عشان نعرف وين هو؟ وين هو الوطن القومي وليس صار في عنده وطن قومي؟ سنة 1800 ورجاءً اربطوا الأحداث كلها في بعضها البعض. سنة 1886 أول حركة طلابية احتجاجية ومظاهرة كانت في كييف، وحاولوا هدول الطلاب يضغطوا على ستالين، وستالين أعطاهم وطن بأقاصي روسيا جاي بين روسيا وبين الصين، اسمه سموه بيروبيجان. بيروبيجان معناتها الوطن القومي. طبعا هون ستالين غلط لما سماه الوطن القومي، لانه اليهوديه ليست قوم، هي عباره عن حركه عنصريه، ولا اسميها حركه دينيه، حركه عنصريه اعطاهم قوميه وهذا كان خطأ كبير، وأعطاهم استقلال وأعطاهم حكم ذاتي. هلأ السؤال اللي إحنا بدنا نقوله، طبعاً بعد ما صارت هاي الحركة ومنحوهم هاي الأرض في روسيا، مباشرة في أمريكا بلشت حركة مضادة لهاي الحركة. من ضمن الناس اللي أسسوا هذا الوطن القومي أينشتاين، يعني العالم اليهودي، وفي كاتب كمان كاتب يهودي أسسوا الوطن القومي في روسيا. الحركة اللي في أمريكا، شوفوا الخطط اللي عندهم، شوفوا قديش بيخططوا، شوفوا قديش بيشتغلوا. إحنا بس نقعد نلقي خطابات، نبكي وبنجوح بنقول يا رب يا الله. الحركة اللي طلعت في أمريكا
كانت حركة الصهيونية. الحركة هاي قالت إنه لا، إحنا ما بدنا وطن قومي، إحنا ما بدنا وطن اقتصادي، إحنا بدنا وطن دين. انتبهوا للنقاط هاي. هاي الدولة إن دولة دينية تكون هناك. يعني لو ما كانت فلسطين وكانت بالبيرو كان بدهم يسقطوا عليها كل الميثولوجيا تاعتهم الدينية بالمنطقة هناك، ويقولوا إنه هون في عنا الهيكل تاع سليمان أو هيكلنا اليهودي. طبعاً بعدين درسوا الموضوع لقوا إنه أفضل إشي إنها تكون بفلسطين. وليش بفلسطين؟ لأنه كانت مهد الأنبياء، فقالوا أكثر إشي بزبط هناك إنه نقول إنه غير عيسى غير محمد في إجا عنا الأنبياء الموجودة عندهم بالتوراة. هلا بصراحة إحنا مجموعة من النشطاء وفي معانا مجموعة من المحامين اللي عم بنحاول إنه نرفع قضية على اليهود الموجودين في فلسطين. عندكم وطن قومي، إيش بتعملوا عنا؟ ليش جيتوا عنا؟ وهذا هذه الأرض مش أرضكم، لأنه كان عندكم خيارات ممكن أنتوا تكونوا بالأرجنتين مثلاً، مش عنا. لازم نضحط التوراة تاعتهم. إيش يعني نضحط؟ يعني نلغيها. وأنا هون بحكي بشكل علمي وليس بشكل ديني. لما إجوا اليهود على فلسطين ما كان عندهم توراة. سباهم نبوخذنصر. قعدوا بالعراق فترة طويلة. نبوخذنصر حرق كل كتبهم، كل أدبياتهم. لما قريش انتصر على نبوخذنصر رجعهم لفلسطين. أربع حاخامات، عفواً خمس حاخامات طلعوا على جبل الطور بدوا يكتبوا في التوراة تاعتهم. التوراة تاعتهم اعتمدت على الأساطير الموجودة، الكنعانية، البابلية، الإغريقية، المصرية، الفرعونية. كتبوا التوراة ووقفوا التاريخ عند سيدنا آدم. وسيدنا آدم ليس فرد، سيدنا آدم قوم. ويمكن بالقرآن عندكم مذكور يا قوم آدم، مظبوط؟ هم عملوا واحد فرد وألغوا ما قبله نهائيا. وللأسف إحنا صرنا تاريخيا دائما نرجع بس وين وقفتنا التوراة. يعني لو جينا قلنا إنه إحنا أبناء آدم وحواء، وأرجو إنكم تعذروني، آدم وحواء خلفوا أولاد وبنات، كيف تكاثروا؟ كيف تكاثروا؟ حد يجيبني. إذا إحنا أبناء زنا. لذلك كان في قوم اسمه قوم آدم، واختار واحد من آدم اختار حواء وبلشوا يتناسلوا بين الأقوام. نقطة ثانية، لو جينا أخذنا الطوفان اللي هم عرضوه وكتبوه بالتوراة، كان عندنا في طوفان البابلي، كان في عندنا الطوفان الإغريقي، كان في عندنا الطوفان المصري. إذا إحنا لازم هون ننتبه إنه هدول مش بس أخذوا أرضنا، أخذوا تراثنا، كل تراثنا. سيدنا إبراهيم كان في المنطقة في ثلاث إبراهيمات: إبراهيم الكنعاني، إبراهيم في العراق، وإبراهيم العسيري. كيف جمعوهم عملوهم إبراهيم واحد عشان هلا يخلونا ندخل الديانة الإبراهيمية؟ دخول الديانة الإبراهيمية أي القضاء على الديانة المسيحية والقضاء على الديانة الإسلامية.
فرجاء انكم تفكروا وين عم بيودونا. هلا النقطة الثانية اللي بدي احكي فيها، طبعا هذا شيء بسيط انا عم بحكي لانه الموضوع كثير كبير كثير خطير، والمفروض انه يكون في ناس، ما بعرف اذا في ناس مطلعين على الميثولوجيا الكنعانية، الميثولوجيا اليابوسية، الميثولوجيا الارامية. اذا ما في معناته انا عم بحكي بشيء بعيد جدا عن المفاهيم الموجودة حاليا. النقطة الثانية، للأسف الشديد أنا قبل 5 سنوات أو أكثر شوي بلشت إني أنزل على المخيمات من الانتفاضة الثانية، والسبب اللي خلاني أنزل على المخيمات عرفت إنه هدول الناس هم اللي دفعوا الثمن وما زالوا، وما بنعرف قديش راح يطلوا ويدفعوا الثمن. لما نزلت على المخيمات اكتشفت لا النساء اللي بعمري ولا الأجيال الشباب ولا الأطفال، لما تسألهم حبيبيني أنتوا من وين؟ بقولوا لك من مخيم البدعة. طب يا حبيبيني قبل مخيم البدعة أنتوا وين كنتوا؟ إحنا من المخيم. طب يا حبيبيني قبل المخيم ليش صار المخيم؟ المخيم صار لأنه صار في عنا نكسة، صار في عنا نكسة، وصار في عنا مدابح، ليه اجيتوا هون؟ فمن هون بلشنا الشغل، نشتغل تثقيف الشباب والبنات. وطبعا للاسف الشديد، للاسف الشديد كانت في هناك حركات دينيه متطرفه جدا، فكانوا الشباب والبنات والنساء في خضم هذه الحركات الدينيه. طبعا انا لما بحكي رجاء ما تفكروا بحكي من منطلق مسيحي او انسانه مسيحيه، انا بحكي من منطلق وطني، انساني وطني. يعني زي ما في الاسلام تطرف، في المسيحيه عندنا في تطرف، وفي عندنا شيء اسمه المسيحيه البيضاء اللي هم الخوذ البيض اللي اجوا على سوريا. فكل تطرف في اي دين احنا المفروض نرفضه، المفروض نتمسك في الكتب الموجودة لنا ونكون إحنا ناس خلينا نقول متنورين في القضايا الدينية، ونكون الدين هو خلق، الدين هو تعامل، الدين هو تسامح، لكن مش تسامح مع العدو، التسامح بين بعضنا البعض. هلا أنا بدي أسألك شيء، بنزل على المخيمات، المفروض هذه المخيمات وعضوة في أكثر من جمعية يكون فيها المقاطعة. أول ما بنزل بلاقي البيبسي، بلاقي الكوكاكولا، بلاقي النسكافيه. الله أكبر يا جماعة، يعني إحنا عم بنساهم في صناعة رصاصة لأهلنا، لأنه كل هذه المؤسسات أو المواد بتروح تدفع لا وزارة الدفاع الكيان اليهودي، وأنا مصر أقول الكيان اليهودي وليس الإسرائيلي ولا الصهيوني، لأنه كيان يهودي إسرائيلي عادت لأسطورة يعقوب اللي أصر إيل إله الكنعانيين مسكه من بطته وأصره. أصلا إيل ما تجسد، إيل هيك آلهة مثل عانى، آلهة الآلهة عانى، آلهة الخصوبة، ما تجسد الإله إيل، ما تجسد، مسكه من بطته وطرحه أرضا، سموه آسرئيل إسرائيل. والصهيونية أنا غير معترفة فيها، بالإضافة إنه إحنا لازم نقول الكيان اليهودي بكل المجالات. هلا لما أنا بشرب أمينة بيبسي أو كوكاكولا، أو بشرب أنا نسكافيه لأني متعودة عليها، أو بشرب باخذ كتكات، كل هذا بروح لا وزارة الدفاع الإسرائيلية لا تطوير أسلحتها. يعني اللي بشرب بيبسي، اللي بشرب كوكاكولا، اللي بشرب النسكافيه من محتويات نسلي كلها، حتى المي تاعت نسلي المفروض إنه إحنا نقاطعها. هلأ بتقولوا لي إنه هاي صناعة أردنية، أوكي بلاش تكون نسلي، صناعة أردنية، لكن هو اشترى الاسم،
ويمكن كل شهر بدفع لهم اسم مبلغ يمكن مساهم في هناك يسميها شيء ثاني. هاي في عنا الكوثر، في عنا غدير، في عنا يسميها شغلة ثانية. إذا هذول نعتبرهم أيضا مساهمين في تطوير أسلحة حتى يقتلونا. رجاء يا ريت كل بيت يحاول إنه ما يجيب هاي المواد. في موقع إحنا عاملينه طبعا بتقول لي أنت عم تحكي، أنا من مؤسسين المقاطعة. ففي موقع معمول على النت، افتحوا النت وحاطين بدائل كذا في بديله كذا، كذا في بديله كذا. مثلا الأريال في عنا مال المنتجات السورية اللي عم تيجي، مال المنتجات الأردنية اللي عم بتصير. وبعدين بصراحة يا إخوان لما مرة طبعا نادونا كلنا أخذونا على المخابرات، قال لي أنت عم تضرب الاقتصاد الأردني. قلت له الله أكبر يا الله أكبر الله أكبر، كيف أضرب الاقتصاد الأردني لما بمنع أنا أشياء يهودية تيجي على البلد؟ أنا بدي أدعم صناعة البلد، لما بدعم صناعة البلد أنا بنعشها. ففي بدائل أريال تايد كله هاي مصنوع هون صح، لكن أنا عشان أشتري هذا الاسم من برا أنا المفروض إني أدفع للشركة الموجودة هناك، يا إما مبلغ طائل، يا إما شهري، يا إما مساهم. بالمناسبة الكوكاكولا لازم تعرفوا إنه مادة الكوكاكولا الكولا هي خاضعة لا مؤسسة يهودية، مهما بدنا نعمل منها نطلع أسماء هي خاضعة لكم. فرجاء على الأقل هناك أهلنا عم بيدفعوا أرواحهم، عم بيدفعوا أعمارهم، إحنا على الأقل إنه نمتنع عن هاي الأشياء ونعلم أولادنا حتى في المدارس أولادنا ينقلوا هاي الصورة. طبعاً يمكن أنا أطلت عليكم، ما بعرف إذا في حد بحب يسأل سؤال. عندنا مداخلة مع غنام. غنام تفضل. عندنا مداخلة مع ابن كفرعان غنام. غنام أبو غسان يحاج مساك ويحاج مساك مساك كيف؟ يا هلا أهلين هلا. ما حدث الموقف النظيف أصبحت أيقونة، أصبحت أمة بكل، أصبحت رمز للطموح وأمزج للاحتصان. بدا عملية طبعاً خمسة يوم. هذا الشاب الذي احتفظ بذلك يحتفظ بها العدد ليبرهن أن الطفل الشيء الذي والشيء أصلاً لا ليحتفظ الواحد من هنا يؤكد على أسفلنا موقف كل الحكم في هذه الخطوة في مكتبة معيشة منزل طبيبة هي من النت نفس النت مقطع فلا بد أن يمتلك في هذه الحياة بأعمل أن يجيب العالم كله حوال
الفنان المذكر الذي يسال فيه، وايضا على جميع اقوال الفنان المذكر في حدث التشكيل، وهو شريف لكي وعمر شريف لغايه تحت له ونحن نرحب مجتمعاتنا مرة عندك التي صنعتها الأنظمة المتهالكة بالتعاون وبالعمل مع الأنظمة شكرا للفنان الكبير ابو غسان، تحيه للفنان ابو غسان. سمعنا. استاذ غنام يعطيك الف عافيه، طبعا ما قدرنا من الكلمات نستشف ايش قلت. احنا شاكرين جدا، وانا كمواطنه وكفنانه ومن موقعنا بطلب اذا بتقدر انك تدعم انه ناسس هون فرقة مسرحية ونقدم مسرحية وطنية مش بس للجمعية بل ننتقل خارج الجمعية، فهذا بيقودي لك. ما بعرف إذا عندك قدرة من موقعك أنت إنه تدعم نعمل فرقة للشباب ونعمل فرقة للأطفال، وبكون شاكرة جدا إذا أنت سعيد. شكرا كثير. شكرا لك. بدي أكمل بالنسبة للي عم بصير في أوكرانيا. يمكن البعض مطلع والبعض مش مطلع. أوكرانيا عندها جيش مثل دواعش، والجيش هذا شكل خطورة على الدول الروسية الموجودة هناك، بالإضافة ل 17 مختبر جرثومي، 17 مختبر جرثومي. الكورونا اللي اجتنا لبسوها للصين والصين سكتت، لكن 17 مختبر جرثومي ايش بيعملوا في اوكرانيا؟ فيعني انا بقول الله يقوي بوتين ويعطيه الصحة والعافية، ويمكن تعيد توازن للحياة ويخلصنا من البربوع اللي اسمه أمريكا، ونخلص من الديمقراطية الكاذبة ومن حقوق الإنسان الكاذبة، ونخلص من الأفكار اللي بيجونا فيها هاي الحريات المطلقة والانشكاح وال إلى آخره، اللي ما بتناسبنا أبدا. وأنا متأكدة إنه كمان إن شاء الله أردوغان يطلع من الأراضي السورية، والجامعة اللي بناها إن شاء الله نقدر نستعملها إحنا نعملها جامعة عربية. فيا إخوان إيش؟ مش مشكلة، إحنا بناخدها رمانتها. يا سلام، خليفة المسلمين، بحب أحكي عن خليفة المسلمين. أول إشي لازم تعرفوا خليفة المسلمين إنه هو مسؤول كبير وإله مكان كبير جدا جدا.
ثاني إشي هو من يهود الدرمة. إيش يعني يهود الدرمة؟ إذا أنتم فتحتوا على جوجل كتبتوا أرمينيا الكبرى، تركيا ما إلها وجود، ما كانت موجودة. هذا كيان مفتعل لأنه كان فيه له دور، الدور العثماني اللي إجانا وفتحنا وأضعفنا عشان يسلمونا للإنجليز، يسلمونا لليهود. بالإضافة غير إنه يهود دول، ما إذا بتفتحوا على وهو شاب صغير تربى بحضن شمير وبيريز وهو شاب صغير. إذا مشان الله أي حدا بطلت أي شيء خلينا نفكر ونعمل بحث قبل ما ندفع ونقول خليفة المسلمين. ستنا خلينا المطل القومي. بس جايينا هو في في شغلة اسمها الطورانية التركية الحديثة، يعني بده يعيد العثمانية من أول وجديد. فرجاء يعني نكون إحنا شوي نوقف ونفكر قبل ما ندفع. إذا في حد بحب يفتح حوار نحكي عن التغريبة. تفضل. شغلنا المايك. قرب المايك. شاهد كعازف سجلات وبنقدم لك التعازف وفات فنان الدراما العربية الأستاذ جميل عواد. سجلات اليوم في سؤال بطرح نفسه عند كل المتابعين وعند كل المشاهدين. من 20 عام او اقل او اكثر شوي، اخر عمل درامي شاهدناه يجسد القضيه الفلسطينيه اللي هو مسلسل التهريب الفلسطيني. اليوم للاسف بنشوف احنا ما بنحكي مسلسل، يمكن خساره في هيك من مسلسل او فيلم، بتشوه تاريخ القضيه الفلسطينيه وبتغسل في عقول الشباب الجديد اللي طالعين تبكي على الساحه وفي ظل انتشار مواقع السوشيال ميديا. ممكن انا كان عمري 8 سنوات او 7 سنوات، التغريبه الفلسطينيه اليوم بنكررها، خصوصا في دورك الكبير لما مثلتي في مسلسل التغريبه مرت احمد صالح الشيخ يونس نمور ابو صالح، كيف مثلت دور المراه الفلاحه الحقيقيه في القرى الفلسطينيه وثم التهجير من عام 48 للعام 67. شو الحل؟ حل نلاقي دراما جديده تجسد القضية الفلسطينية لغاية اليوم لغاية 2022. شو رأيك؟ أول شيء بالنسبة للتغريبة الفلسطينية بحب أحكي لكم نبذة صغيرة عنها. إحنا كنا عم بنصور التغريبة الفلسطينية وكان قريب إنه يبدأ رمضان، ولا أي فضائية قابلة تشتري المسلسل. طبعا احنا كلنا خبطنا. الله يرحمه حاتم علي اتصل بوليد سيف، وليد سيف كان بلندن، قال له الموضوع هيك هيك هيك، ولا فضائيه قالت لي تشتري. وليد سيف سحب حاله نزل على الخليج، هو في فتره اشتغل عند شيخ من الشيوخ كان المستشار تاعه، فطلب من الشيخ هذا انه الام بي سي تشتري، والشيخ فرض عن الام بي سي انه تشتري المسلسل. اذا كان الام بي سي مرغمين بشراء المسلسل. بعد ما اشتروه وشافوا قديش كان الجمهور يعني المشاهده عليه و الى اخره، بدوا يوزعوا ويبيعوا وبدات المحطات الاخرى. طبعا تتذكروا قبل فتره الام بي سي شالت التغريبة الفلسطينية عن اللائحة شاهد. فإحنا شو عملنا؟ بعض النشطاء اتصلوا فيه إنه بدنا منك كلمة، عملت كلمة، الكل نزلنا المشاهدة فاضطروا يرجعوا مرة أخرى. هلا المشكلة الكبيرة، أول شيء مش إنه ما فيش عندنا كتاب ولا عندنا مؤرخين، بالعكس احنا عندنا كتاب وعندنا مؤرخين وعندنا فنانين وعندنا كوادر اللي تقدر تعمل هاي الاعمال. لكن الاعمال الفنيه دائما تحتاج الى راس المال. يعني اذا ما في راس مال، لو عندي نص مكتوب، لو عندي كادر، لو عندي كل شيء، انا ما بقدر اعمل. انا اسف كبير كثير على اصحاب رؤوس الاموال العربيه اللي بدهم اعملوا صندوق يا اخي.
زي ما بيعملوا اليهود، وحطوا فيه مبالغ وادعموا أعمال فنية نظيفة اللي تحكي عن قضايانا الوطنية، قضايانا الإنسانية. طيب أنا بدي أسأل، ليش مردوخ؟ بس عشان نشوفني الأخ الطرح، مردوخ اللي قاعد في إيطاليا طبعاً يهودي، عامل صندوق يدعم الفن في عند الاحتلال، يدعم اليهود في كل دول العالم، ويدعم كل من يريد أن يخون قضيته. يعني أنا عندي فيلم ممكن أسير فيه للأسرة، هذا الفيلم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بدعم من صندوق مردوخ. ممكن أفهم ليش ولا عربي عمل هذا الحكي؟ إحنا عندنا مليارديرية كثير، بس شاطرين يشتروا يخوت ويشتروا قصور ويشتروا. مردوخ ساكن بشقة بالمناسبة، يعني عيب علينا، عيب علينا. بالإضافة معظم الفضائيات تسكنت، إلا إذا بعد الحركة هاي اللي عملها بوتين ممكن إنه أمريكا ينزل تنزل أسهمها، وممكن اليهود شوي هلأ عم بلشوا يموتوا خوف، ممكن يصير في تغيير بالتوازن، ترجع الفضائيات هاي على مكانها. طب هاي الفضائيات اللي مصعبة كيف بدها تشري أعمال الفنية؟ العمل الوحيد اللي عملناه اللي هو التغريدة وليد سيف اللي حكم عليهم. طب والبقية مين بده يحكم؟ مين بده يحكم؟ خذوا هذا المسلسل. ليه ما نعمل فضائيات عربية نظيفة نبث من خلالها أعمالنا، نحكي عن قضايانا، نطرح برامجنا؟ ليه هذا الحكي ما صار؟ يا إخوان عندي برنامج أعتقد رجا مين ممكن ينتجه، نحكي عن الكرة الفلسطينية، وكل مرة كل قرية كل مدينة بحكي عنها ألبس التوب تاعها تثبيت لتوبنا. ثاني إشي نحكي عن هاي القرية إن كانت موجودة أو غير موجودة حتى نثبت هاي المعلومات، مش بس عنا حتى نثبتها أمام العدو. للآن ما في حد قابل يدعم هيك موضوع، كله بقول لا يا سجلير ما بنقدرش، وكيف بدنا نجيب المعلومات؟ وين يا عمي بنجيب معلومات؟ من بنجيبها من فلسطين. بقول لهم ان شاء الله اعطونا معلومات عن كل القرى الموجوده بحدائقها، كل قريه شو بتزرع، كل قريه شو بتشتغل، التوب تاعها ليش مثلا سموه التطريز هذا الدرج، ليش هاي سموها النهر، ليش هذا سموه كذا. فهذا برنامج مهم جدا، لكن للاسف ما في حد بتبناه. حتى الفضائيات الفلسطينيه بتلاقيهم حاملين العصا من النص، ها وين بتنير بالنير معها. يعني شو احنا نعمل؟ اللي بسالني سؤال اعطيني حل. امين حبيب قلبي احمد، بعد ما سمعت كل اللي حكيته اعطيني حل، كيف احنا بدنا نعمل اعمال فلسطينيه او اعمال وطنيه؟ اول حل كل يوم قلب واحد وصف اللي قلنا. اليوم احنا مشكلتنا بدك فلوس، فلوس يا ام الله. بدي احكي لك شغله سجليات، احنا من فتره صغيره اشتغلنا كجيل جديد نحاول نعمل عمل درامي بهذه الطريقه تجسيدا للي انتم كملتوه جيل بكمل جيل. للاسف احد شركات الانتاج بعد ما شافت هذا العمل رفضته بتاتا. السؤال الثاني سجلت معي، بعد تمثيل التغريبه الفلسطينيه والشعبيه اللي اخذها وجسدتوا القضيه الفلسطينيه من خلالكم، المؤسسه الوحيده اللي قامت بتكريم ممثلين التغريبه الفلسطينيه وعلى راسهم المخرج المرحوم حاتم علي هو نادي الوحدات في الاردن. بعد ذلك لقيتوا حدا غير نادي الوحدات وقف معكم او فيها تكريم بدرع صغير؟ طبعا اللي اسمه محمود عباس كان بده يكرمني ورفضت تكريمه لانه كان بده يبين.
وطبعا وكان راصد مبلغ محترم، البعض قال لي كنت لازم تقبلي عشان تاخذي هالمبلغ توزعيه على ابناء الشهداء، بس لا، مش هذا الحكي صح. رفضت التكريم ورفضت المبلغ ورفضت، مع اني بتمنى اني انزل على فلسطين، لكن هم كانوا بدهم يدخلوني على فلسطين من خلال التنسيق الامني، وانا برفض هذا الحكي 100%. اقترح انه يجي يكرمني عندي في البيت، فقلت للسفير وصل له رساله ما بعطيه الشرف انه يدخل بيتي ويكرمني. انا بعتذر معي عن اطاله، بس نصيحه لكل الاهل الموجودين، كيف نجسد القضيه الفلسطينيه بعقول اطفالنا حتى يقفوها على امنا احنا سجل جد عوال مثل ما عكستها لنا. هلا بني احنا عاملين شغله في جمعيه الفتى اليتيم الخبريه، عم نعمل مسابقات كل يوم جمعه. المسابقات يعني فيها قسم معرفي، قسم علمي، قسم ادبي، والقسم الاكبر عن فلسطين، عن المدن الموجوده بفلسطين، عن التراث الفلسطيني، عن الكتاب الفلسطينيين، عن الاسرى اللي في داخل السجون بالاسماء وبالكذا والى اخره. هاي لقيناها الطريقه الوحيده. الطريقه الثانيه، رسمنا خارطه فلسطين كثير كبيره على الحائط زي ما انتم عاملين، بس احنا مكبرينها اكثر. كل ولد المفروض انه يعرف هو من اي بلد، ويكتب على دبوس صغيرك ورقه صغيره ويحطها في المكان الصح. فهاي اللي الطريقه الوحيده اللي لقيناها للان. طبعا بهاي الجمعيه انا عملت ثلاث مساحيات، الثلاثه اللي بيحكوا عن القضيه الفلسطينيه بطريقه غير مباشره. ليش غير مباشره؟ مع انه انا بحب المباشره في هيك ظروف، لانه احنا لازم نحكي بصدق. غير مباشره لانه هاي المسرحيات كانت لازم تلف في المملكه ككل، وما زال عندنا في المملكه للاسف الشديد في عندنا ناس متعصبين. وهاي المسرحيات اني واحده منهم اخذتها على الصين، شاركت في مهرجان طريق الحرير الجديد وجابت درع المهرجان. هذه الطريقه الوحيده اللي قدرنا نعرف او لقيناها انه ممكن احنا نغرس بداخل طلابنا هذا المفهوم. هلا لما كنا نروح نعرض في المناطق الثانيه، ان كان في الشمال او الجنوب او الوسط، كنت بعد المسرحيه افتح حوار مع الطلبه اللي عم بيشاهدوا. مثلا الثعلب كنا حاطينه كعدو، اضلني اجرجر فيهم انه مين العدو اللي احنا اجانا واخذ وكذا والى اخره. بدي اقول لكم ايش بالمخيمات كانوا يقولوا لي: بشار الاسد، المسيحيين، نصر الله، حزب الله. بالمخيمات المكان الوحيد اللي قالوا لي اليهود الصمت. يعني كنت عم بنفذر بالمخيمات، اوقف اقول بدي اصرخ اقول يا الله. معقول هذا الحكي يا جماعه؟ وهذا السبب اللي خلانا نضل نشتغل ونشتغل في الجمعيه الموجوده عندنا على ال 450 طالب وطالبه. فما بعرف، لازم يكون في شغل وشغل مرتب ومستدام، مش مره واحده وانتهى، لا، شغل مستدام. للاسف احنا هلا وقفنا نعمل مسرحيات في الجمعيه، لانه اللي كان يدعم سليم نازل الشريف اللي هو ابو الحكم اموره الماديه تزعزعت، فما قدرنا نكمل انه نقدر نعمل مسرحيات ثانيه. فايش الحل؟ اعطونا حل. ما في مال ما في فن، ما في فلوس ما في فن. شكرا. لذلك انا بقول انتم وحتى كجمعيه المفروض انه يصير في
انتم جمعيه مش لايتام زي جمعيتنا، احنا جمعيه الفتى اليتيم الخيريه، يعني مين بيقدم لنا شيء بنعمل اشياء. انتم جمعيه لعائلات منطقه واحده، اعملوا صندوق للفن، اعملوا صندوق للفن، كل سنه يا عمي اعملوا مسرحيه، كل سنه اعملوا شغله لها علاقه، يعني ما شاء الله البناء بجنه، ما شاء الله اللي قدروا يبنوا هذا البناء بيقدروا يعملوا صندوق للفن. اعملوا فعاليات مثلا مثل اليوم نادي توني، اوكي اللي دخلوا المفروض يدفعوا دينارين، الدينارين بصندوق الفن. يعني انا عم بقول انا عم بقول مثال انه الدينارين ما عادوا شيء، لكن دينارين على دينارين على دينارين على فعاليه على فعاليه، اذا احنا بنقدر نعمل شيء. مين عنده سؤال اخر او استعمله؟ في مداخلة من الأستاذ. لحظة هاي بس برجع لك. يسعد مساكي بكل الخير، أقدم لك كل الشكر والتقدير على هذا المقال الثقافي والأدبي. بما أنك جسدت تمثيلا حقبة زمنية للقضية الفلسطينية لكاتب القصة، هل كان النص متكامل وطرح القضية بشفافية؟ أجاوبك؟ هلأ بعمل واحد أستاذي هو طرحه بالشفافية صدقاً، لكن بعمل واحد لا يمكن تأخذ كل الزوايا لقضية كبيرة كانت قضية مصيرية للشعب كامل. يعني كان لازم يكون هناك مش بس تغريبة فلسطينية واحدة، كان لازم يتبعها تغريبة أخرى وتغريبة أخرى وتغريبة أخرى. لكن من الناحية اللي تناولها دكتور وليد سيف، أنا برأيي إنه كان فيها جدا شغفية، لكن زي ما قلت بعمل واحد أنت ما بتقدر تغطي كل شيء صار في الفترة هذه. كان المفروض إنه نغطي يكون في مسلسل عن المجازر اللي صارت، المجازر اللي صارت عندنا لازم مسلسل كامل يكون على هاي المجازر. لكن للأسف زي ما قلت لك هلا الجزء الثاني من التغريبة مكتوبه خالص، وليد سيف كتبه مكتوبه خالص، لكن منعوا إنتاجه لأنه بتعرض لشخصيات فيها خيانات وفيها بيع وفيها أسلحة وفي وفي وفي. كمان مش غلط لما إحنا نعمل عمل خليني أسميه فني وثائقي إنه نتعرض إنه جولييت عوان كانت خاينة، أوكي حتى لو عايشة لازم أقول إنه كانت خاينة، هذا تاريخ. في مداخلة من المهندس إبراهيم بويه. يعطيكم العافية وأهلا وسهلا فيكم، قربت لكم فرعانة، تحية للفنانة القديرة. لكن أنت حطيتي يدك على الوجع، يعني إذا رحت على المخيم وسألت عن فلسطين ما في حد يلي يكون فلسطين، مين اللي هجرونا ما عارف مين هجرونا. هلا إحنا قربت لكم فرعانة لنا رسالة غير الرسالة الاجتماعية، لنا رسالة وطنية للجيل وللأميات وللأطفال. ابن كفرعانة لازم يعرف وين كفرعانة، مش بس احنا عندنا مشروع مش بس يعرف وين كفرعانة، بدنا ندخل القرية يعرف وين بيت جده، لأنه احنا بنرجع لحق العودة، حق العودة المقدس إلى فلسطين واللي مدفون من كل القوانين والأشياء. الشاب الفلسطيني ابن كفرعانة بس يجي يقول أنا هاي بيت جدي في قرية كفرعانة، في الشارع الكفلي والجنب البرشة والجنب جنب الحوض حوش العمرة والبرج الملكة، يعني وصلنا حاليا مشروع لنا ان نوصل الطفل والاب قبله يعرف وين ارضه بالضبط، شمال القرية جنوب القرية، يعرف انه هاي ارضه، لانه ما في حق ولا مطالب بيضيع. فهي قضية مهمة جدا واحنا قائمين عليها،
حتى نغرس. للأسف في مشروع فقدان للذاكرة، محو للذاكرة. إحنا بنحاول ننعش الذاكرة بالجيل اللي بنتأمل منه يكون خير. ومرة ثانية يعطيك العافية على المجهود اللي قدمتيه على مر العمر، ما شاء الله صبية ولا طول عمرك إن شاء الله، وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية بكبار. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اهلا وسهلا فيك في جميع كفرعان وبين اهلك واهل السفر. انا تعقيب بس للامانه اعطيت لك صوره سمجائيه عن المخيمات. انا ابن المخيم، عايش في المخيم. للامانه لو تسالي اي طفل صغير بالصف الاول بدي اشغل يا مخيم انت من وين؟ راح اقول لك انا من فلسطين، راح اقول لك انا من القريه الفلانيه. ما بنسى في اي مناسبه من المناسبات، يعني بكون واضح احنا في المخيم يوميا نتجول بالمدارس في اي مناسبه بنلاقيهم. فللامانه كل واحد حافظ شو دوره في فلسطين وشو علاقته بفلسطين. جذور من الجد للاب للابن وراح تضل متجدده. فارجو ان هاي الصور السوداء لا تنقليها بين الناس. للامانه احنا الشعب عايشين في الأردن، أردنيين من أصول فلسطينية، ونبقى فلسطين إلى يوم الساعة. شكراً لك. أنا أستاذي لما بكون في عندنا تقصير في مكان ما، أنا ما عم بجيب الكلام من عندي. لحظة. أنا بمخيم البكعة عرضت أربع عروض. كل عرض كان يكون فيه بين 300 إلى 400 طفل وطفل. يعني ما حد فش قلبي قال اليهود أعدائنا، ما حد. يما أول شيء قولوا لي بشار الأسد، حزب الله، هدول اللي عدت لك إياهم، والمسيحية. هلأ لما كانوا يعرفوا إنه أنا مسيحية أحس إنه يا حبيبي من ليش فشيتوا؟ أنا زيكم، أنا فلسطينية زيكم. صح ما عشت في الحقيقة بس أنا فلسطينية عربية كذا. إني في فترة من الفترات انشغل على المخيمات من هاي الناحية وحدة، وفي نقطة ثانية مش نازل كمان نغطيها. أنا ما بحب أكون مثل النعامة المخدرات. شكراً. هاي الأشياء التنتين أمي موجودين. هلأ إحنا بالمخيم الحسين بدنا نبدأ نشتغل على هاي الشغلة. قلت لهم رجاءً جيبوا لي المجموعة اللي أنتم بتشكوا إنهم عم بتعاملوا مع المخدرات. تعرف إيش قالوا لي؟ قالوا لي لو جبناهم في تنين هم اللي عم بيشتغلوا. قلت لهم منيح، خدوني إنهم خليني أقعد معهم أشوف ليه هيك عم بيعملوا بأطفالنا. خليني اقعد معهم. انا مدعومين، قلت لهم مدعومين مش مدعومين، انا ما بدي اروح اشوف، بدي افهم ايش العقليه الموجوده. انه بده يعمل فلوس، يعمل فلوس عشان يموت اولادنا. بالضبط عم بموت اجيال. استاذي انا هلا عم بعمل في هاي الجمعيه شيء اسمه هيا نقرا. اكتشفت هذا الحكي للكل. اكتشفت للصف التاسع في كثير من الاولاد والبنات لا يقرأوا ولا يكتب. اوكي؟ عملت لهم برنامج نعلمهم القراءة والكتابة. أول شيء ما بعرفوا شكل الحرف، ولا بعرفوا اسم الحرف، ولا بعرفوا صوت الحرف. صف تاسع بدينا معاه من هون. إلنا ثلاث شهور هلا بلشوا يقرأوا ويكتبوا. طب هذا الولد اللي بالتاسع اللي قالوا لي باخذ حبوب، كيف بده يعرف يقرا ويكتب؟ دور الاب، دور البيت، دور مهما كان دور الاب، هو بيطلع على الحاره يعني. الشارع اهم. الشارع عندك المدرسه كمان، المدرسه كمان هذا التنجيح التلقائي، التدريس على الاسلوب الجديد اللي هو الحديث. بالمناسبه هذا التدريس الحديث انا كنت في اللجنه وانا رفضت هذا التدريس. لأنه التدريس على الصورة الكلية بصغر بصغر لحد ما يوصل صف رابع بعرف الحرف.
أنا رفضته، قلت لهم هذا الحكي ممكن إنه يفيد الدول الأجنبية لأنه الحرف عندهم مش متغير، إحنا حرفنا متغير، أول الكلمة نص الكلمة آخر الكلمة، بالإضافة إحنا في عنا تشكيل، هم ما عندهم تشكيل. قلت لهم بعد 9 سنوات عنا جيل بده يطلع لا يقرأ ولا يكتب، وهيو كلامي طلع صحيح. هلأ جديد حطتني وزارة التربية والتعليم في تعديل المناهج وتطوير المناهج. بعد إيش؟ بعد ما فقدنا إحنا مجموعة أو جيل كامل من الطلاب. فالأستاذ يعني عم بحطوا طبعاً هذا الحكي مش من التربية، هذا الحكي موجود في اتفاقية وادي عربة. وادي عربة عملناها لأنه البنك الدولي بده هذا الحكي. نفس الشيء بالنسبة للفن أستاذ، موجود في اتفاقية وادي عربة. هلأ بتلاقي الدول الثانية متقدمين علينا أكثر، سوريا، لبنان، مصر، لأنهم مش على الحدود كناس مباشر مع العدو. يعني ذبحونا بهذه وادي عربة، إن شاء الله نقدر نبني وإن شاء الله نقدر نخلص منه. فأستاذي في أشياء لازم نعترف فيها، يمكن أنت عم تحتك في منطقة معينة. أنا عم بقولك رحت على قربك مش بس بالمخيمات، لا على جمعيات خيرية، إربت، جرش، عجنون، كذا، ولا محل قالوا لي عدونا اليهود إلا في الصف. أنا مش قادرة أفهم ليش في الصف. صفا. ما بعرف، ما تسألوني. صفا. يعطيك العافية. هلا مساء الخير أولاً، أهلا وسهلا فيكي. حابة أعقب على كلام الأخ في راس بخصوص المخيم. لو حضرتك دخلتي مخيم الوحدات وتجولتي فيه راح تشوفي كل المحلات الموجودة فيه مسمية بأسماء قرى فلسطينية. يعني أنا طبعاً أشتري المخيم وطلعت من المخيم. كنت أحس إنه كل أهل فلسطين اللاجئين والنازحين اللي طلعوا من فلسطين طلعوا بلادهم معاهم. يعني انت لما بدي تلاقي ابنك صغير على المكتبه تحكي له روح على مكتبه فلسطين، روح على مكتبه النابلسي، على بقاله بيت دجن، على بقاله كفرعانة، وهي كانت بقاله ابوي الله يرحمه بقاله كفرعانة. مشان هيك حتى يعني احنا وحتى اولادنا والاطفال الموجودين لغايه هسه في مخيم فلسطين عايشه داخلهم، لانه هم عايشين جوا فلسطين. كل المحلات وكل الصيدليات وكل البقالات والمكتبات كلها مسمية بأسماء فلسطين، حتى الشوارع كمان. هاي من ناحية. من ناحية ثانية بحب أعقب على شغلة المخدرات. هاي الشغلة موجودة وين ما كان، مش فقط في المخيمات. يعني أنا كنت سكان القويسمي، القويسمي مليانة، اللبن مليانة، كثير مناطق مليانة فيها أوكار مخدرات. عماد الغربية أحسن مليانة. مش بس المخيمات، بالعكس طفل المخيم هو طفل عايش قضيته جواته. صحيح هو ما عاش فلسطين في فلسطين، لكن فلسطين في داخله، لانه ابوه وجده علموه ربوه هذا الحكي. فبس حتى داخل هاي الشغله بحب ارجع بس لنقطه لبدايه الامسيه، يمكن اتاخرت في هاي المداخله اللي هي بخصوص سيدنا ادم عليه السلام. ما في ايه في القران الكريم تقول قوم ادم، كل الآيات تقول يا بني آدم. وبني آدم هم إحنا، كل الناس اللي إجت بعد سيدنا آدم هم بني آدم. قوم آدم ما كان في قبل قومي. قوم آدم إذا قلتي إنه في قوم آدم ما تاريخياً عندي، ولكن دينياً إذا أنا بدي أحكي قوم قبل سيدنا آدم أنا في هذه الحالة بخالف القرآن. رب العالمين قال الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة هو آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. إذا آدم هو أقوى للخلق البشري. وإذا إحنا بدنا نحكي إنه في غير آدم أو قبل آدم عفوا، معناته إحنا بنخالف القرآن الكريم، وإحنا القرآن عندنا دستور ما في مجال للشك. هي ثوابت ما فيها
واحد، ولكن ما في ولا أي قالت يا قوم آدم، يا قوم نوح، يا قوم لوط، يا قوم إبراهيم. أما آدم فقال الله تعالى يا بني آدم، نحن بني آدم، كل الذرية لآدم بعد سيدنا آدم هي بني آدم. وإنتي بتحكي جملة طبعاً استفزتني شوية، إحنا أبناء زنا وحاشا لله أن نكون أبناء زنا. يا مام إذا كان إحنا آدم وحواء خطيعة بالمنطقة، خطيعة بالمنطقة، آدم وحواء تجوزوا خلصوا أوكي، هذول تجوزوا مين؟ الله عز وجل يقول في القرآن ذرية آدم، إنا ذرية ذكور وإناث، الذكور والإناث تزوجوا طبعاً في ذلك. تزوجوا مين؟ في ذلك هم إخوة تزوجوا في ذلك الوقت لم يكن هناك دين يحرم زواج الأخ من الأخت، مشان هيك تزوجوا وتكاثروا وصار في نسل وصار في أمم أخرى. ولكن أمي حبيبتي أنا حبيت أحكي هذه الكلمة لأنه فيها تشكيك في القرآن وحاشا لله إن نشكيك في القرآن. يما أنا ما بشكيك في القرآن، لكن اللي جيت من نواحي تجميلية، اللي جيت من ناحية تاريخية، هناك إني موجود حضارات ما قبل القرآن، حضارات إحنا بتوقع شعر راسنا وإحنا ندرسها، فما بصير إحنا هاي الحضارات نقضي عليها. هاي حضارات موجودة، بشر موجود، ناس موجودين، إنهم عاداتهم، إنهم تقاليدهم، إنهم دياناتهم، ما بصير نقضي عليها نهائيا. في حضارات إني ما قبل آدم، في حضارات افتحوا واقرأوا إني يبا يمكن حضارات ما بتخصنا، بس هاي حضارات موجودة ما بصير نلغيها. حضارات موجودة معلش ونحن معنا في التغريب وفي المخيمات، عندنا بدأت من التغريب. طبعا المسألة لا تسأل عن سلامته، روحه فوق راحته، بدلته همومه كفنا من إسادته، يرقب الساعة التي بعدها غمر ساعته، شاكل الفكر من يراه بإدراك هامته، بين جنبي خافق أن يتلطى بغايته، أضرمت رشارته، من رأى ضخمة الدجى أضرمت رشارته، حملته جهنم طرفا من رسالته، هو بالباب واقف والردى منه خائف، فاهدأ إذا عواصفه خجلا من جراءته، صامت لو تكلم لفظ النار والدم، قل لمن عاب صمته قل الحزن أبكما، وأخبر لم تزل يده تصبغ الفم، لا تلومه قد رأى منهج الحق مقيما، وبلادا قد أحبها ركنها قد تهدم، وخصوما ببقية الأرض والسماء، هو بالباب والردى منه خائف، فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته. آخر شيء بدي بس الشباب هذه نني لكم رجاء نقرأ شيء اسمه ميثولوجيا، الديانات الوضعية ما قبل الديانات، كتير مهمة هاي خاصة للشباب، بتفتح عقولنا بتفتح آفاقنا. هاي شغلة والكتب موجودة، أول إشي الثمانينات كانت غير متاحة وغير موجودة، وكان كل من يلتقى في بيته هذا الكتاب أو الكتب كانوا يسجنوا، أما الآن أصبح متاح. فرجاء شباب
انكم تطلعوا على هاي الكتب. وشكرا لكم كثير وسعيده جدا ويعطيكم الف عافيه. الكتب السيد ماهر الشحاده. ما أجملك وما أجمل وأعذب كلامك وأروع محتويات محاضرتك الخيرة. مضى الوقت وكنا نتمنى أن لا ننتهي من روعك ورقي فكرك. في نهاية هذه المحاضرة القيمة والفوائد الجليلة التي احتوت عليها، نتقدم لضيفتنا الغالية على قلوبنا جميعا الفنانة الكبيرة المنتزنة جوليت عواد، صاحبة الكلمة الجريئة والمواقف العادلة. بكل الشكر والامتنان الممزوج بالمودة والاحترام، الممزوج بالمودة والاحترام والتقدير على تخصيص جزء من وقتها لأبناء هذا الوطن المعطاء، بتوعيتهم وتحفيز الارتباط بقضيتنا العادلة، قضية فلسطين. ونتقدم بالشكر لأبنائنا لابننا الغالي الذي اتحفنا بمداخلته الرائعه الفنان الكبرعاني منام صابر منام. كما نتقدم بالشكر والامتداد لكل الحضور الكريم الذين شرفونا في بيتهم الكبير. وتقدموا باجمل عبارات الشكر الجزيل للمنظمين لهذا اللقاء الرائع الساده اعضاء اللجنه الثقافيه على ما يقدموه من عمل دؤوب وجهد متواصل لأهل بلدهم في تكريم أعمال وأنشطة مفيدة وهادفة. وفي الختام يسعدنا أن تتقبلي منا هذه الهدية والدرع التذكاري تعبيرا وامتنانا وتقديرا، سائلين الله وناجينا من حضرتك أن تكرمينا بلقاءات أخرى، ونسأل الله أن يتكرر هذا اللقاء. دمتم بخير ونرجو أن نكون قد وفقنا في هذا اللقاء الرائع. السلام عليكم ورحمة الله. مع تكريم شهادة عربية للشيخ جليل عواد مقدم رابطة أهل الكفرعانة. شهادة عربية مدرع تكريمي قدم الشيخ عيسى الرابطة. وفي عنا إجابة السؤال سألتينا هي أول شيء فريق كفران. شكرا جزيلا. إن شاء الله راح أكون عضوة فعالة إن شاء الله، ونحاول نعمل تزامنا في جمعية الفكر يكون الخير. وشكرا شكرا جزيلا على كل شيء. حياكم الله وكثير من الشرف فينا. وشكرا للحضور، وشكرا لهيئة تدريب نبض كفر عالم وللجنة الثقافية اللي قامت بهذا النشاط. نشكر كل من ساهم في نجاح هذه الفعالية، وأهلا وسهلا بالجميع. مجسم لمفتاح العودة هون موقع كفر عالم بالنسبة لخارطة فلسطين. طبعا التطريز الداخلي تطريز ذمي، والخارجي تطريز سر ابو الشيخ. طبعا هاي اهداء من بنات ابو الشيخ، بنات الكفرعانيات، لست جيت اللي نورتنا وشرفتنا. اهلا وسهلا فيك يا نورتي. ضيافه نزلوا ضيافه. شغله بالسياره احضرنا فيها الاستاذ الفنان للجنه الثقافيه لشباب الكفر. الاستاذه الفنانه جوليت عواد قدمت لنا مساعدة كبيرة جدا في تدريب أبنائنا من أبناء كفرعانة لكي يكون لنا مسرح كفرعانة. ومدت إليها وقالت أنا مستعد في أي وقت أدربكم فريقكم. شكرا جزيلا على الهدية الرائعة وعلى الدعاء وعلى العضوية. لكن أنا بدي أسأل شغلة، أكمل وحدة فيكم عضوة في الهيئة الإدارية؟ شو؟ أربعة أربعة أربعة. شو؟ أربعة، كم واحدة هاي؟ الله أكبر.
ادعيهم 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 الشركة ادعيهم تعالي تعالي اسمع طب انزل عن الانتخابات وقت الانتخابات انا راح اجي وراح اشوف انه راح يقبلوا ولا ما يقبلوا ان فيش حدا بيمنع الزواج ما يجي يشتكي ويتكبر واعمل انتزل وانجح ما فيش كتله كتله اجمع الاشتراكات يا محمد بلاش يسووا سنه ولا واحد يسجل سجل ونزل بالانتخابات وانجح ما فيش ما عندنا مشكله النظام اعطى المكتب بدون بعد بدك ثاني بس حج ابن خلدون الشت تحكي لك ولا عضوة عندنا تفضلي شو رايك؟ ولا عضوة السنة قالوا انه لازم يصير اعضاء ان شاء الله السنة يا بدنا نسجل ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم العافية الله يعافيك